السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. رجعت وياكم موضوع جديد، وكما عودناكم بتنزيل حلول مشاكل الفيسبوك. قبل فترة نزلت استرجاع، قبل شهرين ونص تقريبا، اسرع استرجاع الحساب اللي يطلب سيلفي بهوية تزوير وبدون سيلفي. طبعا مثل ما تشوفون نوع التعطيل يرجى تحميل صورة لنفسك يظهر بها وجهك بوضوح عندما ترسل صورة. المهم، هذه الحسابات من هيج تعطيل او هيج تعطيل، قبل فترة كان يشتغل، ترفع هوية يرجع عادة تنشيط، ولكن حاليا بعد التحديث الجديد اغلب الحسابات وتقريبا بنسبة 75% عن تجربة شفتها بنفسي، 75% من الحسابات يتعطلن انتهاك وبدون إعادة تنشيط ولا أي شيء، حتى لو هوية أصلية وحتى لو سلف حقيقي راح يتعطل. طبعا جربتها أني وحساب تعطل أكثر من 10 مرات، وجربت هاي الطريقة ويرجع يشتغل طبيعي ما يتعطل ولا أي شيء. نجي نشوف هاي الطريقة شنية، تابعوا ويانا. مثل ما تشوفون هذا الحساب قدامكم الايميل، خلي نفتحه ونشوف نوع تعطيله. طيب، تحميل صورة لك، يرجى تحميل صورة لنفسك يظهر بها وجهك بوضوح، فسنتحقق منها ونحذفها نهائيا من على خوادمنا. الحل المناسب لهاي الطريقة، جربت عدة طرق مال إعادة التنشيط وغيرها فما جاي ينفع. ناخذ صورة سيلفي، مجرد صورة عادية لصورة يظهر بها وجهك، يعني مجرد الوجهك طبيعية. حملت صورتين قدامكم هذا النية، هاي الصورة انتبهوا لها زين، يعني هيج وضعية لقطة الشاشة هيج تكون، مجرد يظهر بها وجهك، يعني وجهك واضح بيه. كل شيء ما عليك تسوي أي شيء، مجرد اختيار صورة، اختيار ملف، تختار. خلي ارفع الصورة وارجع لكم. اني هاي هي الصورة انا اختاريتها وانطي متابعة. ارفع صورة عادية لا هوية ولا فتش صورتها، العفو. طبعا الصورتين الحجم مالتها صغير لذلك ما جايت الرفع، فاضطريت اخذ صورة مو صورتي، صورة انما صورة ابن عمي، اخذت له صورة ارفعها. اي صورة طبيعية، مجرد صورة يطلع بها وجهك لا اكثر ولا اقل. ننتظر لما يرفع. طيب، مثل ما تشوفون لا يمكنك تسجيل الدخول الآن، سنتواصل معك بعد مراجعة صورتك وسيتم تسجيل خروجك من فيسبوك كإجراء أمني وقائي. طيب، طيب موافق، راح يسجل خروج. بهيج حالة أني كتجربة شخصية جربتها ويا حسابات، يعني الوقت اللي رجعت بيه اكو حساب رجعت لي بنص ساعة رجع الحساب اشتغل، واكو حساب خلال ساعتين، واكو حساب خلال 6 ساعات، واكو حساب خلال يوم، واكو حساب خلال يومين، يعني عدة حسابات اشتغلتها، بس الاغلب اغلب الحسابات من ساعتين الى 6 ساعات او الى يوم يرجع ولا راح يتعطل انتهاك ومشاكل ما اعرف ايش ومؤكد او ما مؤكد. بس من نجي نعرف اسباب تعطيل هذا الحساب، هيك نوع تعطيل. اولا، اما عندك صورة شخصية او صورة الغلاف او صورة نشرتها غير لائقة، يعني مجرد مشابهة، ما نقول تخالف معايير مجتمع الفيسبوك، ولكن مشابهة للي تخالف معايير مجتمع الفيسبوك، لذلك تعطل حسابك هيك تعطيل. هذا اول سبب. اما السبب الثاني، ممكن حسابك قد تعرض للاختراق، او انت حاولت تغير بيه كلمة المرور او اكثر من مرة، او غيرت بيه بريد لك، اقل شيء ممكن يتعطل هذا الشيء، هذا اللي يتعطل هيش تعطيل.
تحياتي لكم، وإن شاء الله تكونوا استفادتوا من هذا الدرس. لا تنسونا بلايك واشتراك.